اهلا بكم وسهلا ومرحبا، واستمرارا لهذا اليوم المتألق الرائع الاحد كالعاده برونقه الخاص. خليني بس اقول لكم انه احنا دلوقتي طبعا في كل سنه وانتم طيبين، موسم افراح، ناس كتير بتحب تعمل افراحها في هذه الفتره من السنه في الصيف، بيبقى اجازات، بيبقى يعني معروف الصيف، لكن في الافراح ممكن الفرح ينقلب الى كارثه. ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. عريس وعروسه هم، العريس يا خبر ابيض، العريس مش واخد باله، راح واخد العروسه هوبا سليم، ده سليم لامب، ده حاجه كده زي الدبليو دبليو اي بادي سلام، ايوه هو ده رئيس سليم لامب اللي انا قلتها دي، بادي سلام راح واخد العروس، وادي واحد تاني هو برضو العريس، هو العريس هو المشكله، متهور، عريس عمال يتهور واعمل بقى بتاع هوبا نزل، يخرب عقلك يا راجل، يا خبر ابيض، ده نزل في العروسه طبعا ممكن يكسر لها، او ده راجل دخل بيها، هو مش عارف ده دي افراح ولا يعني ماتشات يعني ده طبعا مصارعه، طب بيحاول يعمل كارثه لان العروسه واضح انها وزن تقيل، فراح واخدها وشايل ولافف، اعتقد ان هو هيقع، هي خلاص نزلت بيه هي البادي سلام، لانه طبعا اللي يتهور يتعور. اسمحوا لي طبعا ان انا انقل الكره الى ملعب احسن من يستطيع ان يتحدث في هذا المجال، وقيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في عالم المخ والاعصاب بلا شك، ويستطيع افضل مني 100 مره ان يحكي قصص اوقع، وخصوصا من ناحيه العلم، وايضا مما يشاهده هو من نواحي تجاوز العلم الى اما العلم المنقوص او النصب الاصرف. القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا، صاحب الكاريزما الخاصة الأستاذ دكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب وعموده الفقري وجراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، الأستاذ بكلية طب قصر عيني جامعة القاهرة، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا. أهلا بك يا دكتور محمد. أهلا دكتور أيمن، بيشرفني وجودك معنا، وحشني والله. ربنا يخليك. هل في الأفراح دي بتجيلك حالات أكيوت؟ طبعا يعني هو طبعا الفيديوهات اللي اتعرض دي كانت جميله جدا، هي حقيقيه، هي ده طبعا مش تمثيل ولا حد بيمثل هذا الكلام، بس في زيه عندنا اللي بيحصل، يعني عندنا كتير بيحصل، عندنا المسرح اللي بيبقى قاعد عليه العريس والعروسه اللي بيبقى معمول من الخشب في الشارع وفجاه يتطربق على اللي فيه ينزل بيبقى مقطوره، بيبقى ده المقطوره دي التطور بقى اللي هو المتحرك يعني. في الاصابات بتاعه ضرب النار عندنا دي مش موجوده في الدنيا، اللي بيضرب بطرقه رصاص طاشت بجد في دماغ حد، تحول الفرح الى ميتم. العريس اللي حضرتك بيتشال مربع كده وشيل ورفع العريس، يلا نبارك له، ينزل ملوح، رقبته مكسوره، ظهره مكسور، بيحصل هذا الكلام، ده حقيقه. يعني مشاكل العمود الفقري بقت كتيره، واشهر مشاكلها الالم، يعني بعد حركه غلط، بعد رفعه غلط، بعد توطيه غلط، يعني الاجزاء اللي احنا شفناها دي كلها كانت اجزاء جميله جدا مفرحه في البدايه يعني، لكن في حاجات من الاصل طبيعه عمل، يعني واحد بيشتغل وشغله اصلا من النوع الهيفي ديوتي بيشيل بقى، يعني واحد بيسوق عربيه مسافات طويله، واحد طول اليوم قاعد على مكتب وقاعد بانحناء سواء لرقبته او لظهره، واحد بيشتغل في اعمال مثقلات بقى، في مخازن، اعمال بناء، معمار، مهندس، الحاجات الكتيره دي كلها، الحاجات دي كلها لها تاثير سلبي جدا على العمود الفقري، يعني العمود الفقري قوته بتيجي من ثلاث حاجات، تركيب الفقرة نفسها، العظم نفسه، فبالتالي لو في مشكلة في العظم سواء حصل فيه كسر أو حصل فيه ضعف أو هشاشة يؤدي إلى جانب من مشاكل العمود الفقري. الجزء الثاني في الغضروف نفسه، الغضروف ده بيدي قوة للعمود الفقري، فلو ارتخى الغضروف يعني ما بقاش قوي، بقى ضعيف أو بنسميه ترهل أو تضخم الغضروف، أو انفجر الغضروف أو تآكل الغضروف، ثلاث حاجات، يبدأ الجزء الخاص بالغضروف يضعف، يروح مننا. الحاجة الثالثة ومهمة جدا هي العضلات والأربطة المحيطة بالعمود الفقري، هي دي اللي بتدي القوة الحقيقية للعمود الفقري. الأربطة والعضلات المحيطة دي لو حصل فيها مشاكل، حصل فيها ضعف، حصل فيها إصابة، زي مثلا تمزق في رباط من الأربطة اللي حوالين العمود الفقري نتيجة لوحة معينة أو شيلة معينة أو مطب في عربية أو حاجة زي كده، أو إصابات بقى زي إصابة حاجة حادة، آلة حادة، طلقة نارية أو حاجة زي كده، تؤدي إلى إصابة أو تهتك في هذه الأربطة، يؤدي إلى ضعف في العمود الفقري. حصل ضعف في مكون من المكونات الثلاثة، يبقى بنشتكي من آلام، نشتكي من تنميل، نشتكي من خدلان، نشتكي من تقل، نشتكي من وجع. عامل مشترك في كل الناس دول كلهم، أكتر واحد هيعاني في الثلاثة سواء اللي عنده مشكلة في الفقرة أو اللي عنده مشكلة في الغضروف أو في الأربطة، هو الوزن زيادة.
دعامة مشتركة، يعني في حمل زيادة. الحمل الزيادة ده يا إما بزيادة الوزن يا إما بطبيعة العمل إن أنا بشيل حاجات تقيلة. فلو بشيل حاجات تقيلة يبقى التحميل بتاعي زيادة عن قوة واحتمال العمود الفقري. دي مهمة جدا. تبدأ الأعراض بتاعتنا بألم، سواء ألم في الظهر أو في الأطراف. الظهر يشمل منطقة العنقية أو المنطقة الصدرية والمنطقة القطنية. يعني ممكن الواحد يحس الأول بألم في رقبته، مش قادر أحرك رقبتي. واخد بال حضرتك؟ يبدأ بقى من هنا، طب ما تيجي ندلكها لك، طب ما تيجي نشدها لك، طب ما تيجي نعملها بزيت، أصل ده شوية رطوبة، أصل ده شوية برد، أصل المخدة كانت عالية. وممكن يتنصب عليه. الحاجات دي ممكن تبقى هي مسببات لحدوث الألم، بس مش هي سبب المشكلة بقى اللي حصلت معايا. الظهر يبدأ مش عارف أوطي، مش عارف أقوم، ده أنا قاعد على الكرسي مش عارف أفرد ظهري ولا أقدر أقف. ست البيت لما تبقى نايمة تيجي تقوم الصبح من على السرير نص ساعة عشان تاخد قامتها وتفرد ظهرها، ده لو طلعنا درجتين سلم بنتعب، ده احنا بنجرجر في رجلينا، ده أنا بحس إن رجلي لو مشيت 100 متر بتعامل زي أكياس الرمل أو الزلط. أنا إحساس، ودي شكاوي حقيقية للمرضى بتقول كده. الألم ساعات الواحد يحس إن في حتة في الظهر كده عاملة زي الخراج ما تلمس دي، ويبقى يا ويله بقى اللي هو يلمسها، طفل في البيت لمس مامته في ظهرها أو جه جنب الحتة دي ولا بتاع، آلام وصريخ، لأن الألم بيبقى غير محتمل الحقيقة، ألم شديد جدا. في مرحلة للأسف وبقينا بنشوف نسبة كبيرة جدا من الناس فيها، اللي هي المرحلة اللي هو عدى مرحلة العلاج خلصت. عايش يقول لك انا عايش بمسكن بقالي 15 سنه، بقالي 20 سنه، بقالي 8 سنين. لما معدتي باظت والكبد باظ والكلى تعبت ودخلنا يمكن مع سكر مع فيروس في الكبد، يعني السكك اتقفلت خالص ما عادش ينفع لك. طيب تدخل جراحي التقي الفقرات، فيها تاكل، فيها زحزحه، فيها هشاشه في العظام، المناعه بتاعه الجسم ضعيفه جدا، يعني ممكن لو عملت عمليه يبقى فيها مشاكل. طب عدينا المرحله العلاجيه قلنا امين، يبقى املنا في الجراحه. عدينا كمان المرحله الجراحيه، يبقى ما عادش عندنا حل غير ان احنا ندور على اللي يسكن لنا الالم بالعافيه، مره هنعمل له حقن كورتيزون، مره هنعمل له كوي بالتردد الحراري، وكل ده حلول ما هيش حلول بقى، ما مش حلول، ما هيش هي حلول. لا هي انت هي مجرد بوست بوند الالم، وتنفع او ما تنفعش، يعني احنا دايما لما حد دايما لما عديت الحل خلاص بالظبط. يعني في ناس بتيجي تسالني يقول لك طب ممكن اروح اعمل تردد حراري؟ يا جماعه التردد الحراري بنعمله في حالات اللي ما عادش ينفع فيها اي علاج، ونسبه احتمال انه يجي معانا نتيجه لا تتعدى من 5-10%. دي في احسن الاماكن وفي احسن المراكز وفي احسن الايدين اللي لها خبره. طب ممكن نحقن؟ هحقن مره 2-3 بالكورتيزون. طب بعد كده ما هو الجسم عادش هيستجيب وهيعمل مناعه وهيتردد بقى، الموضوع ده بيخلص مننا تمام. هل ده تاخر تشخيص ولا تاخر اتخاذ قرار؟ والله ساعات بيبقى التشخيص كويس قوي من بدري، بس ساعات المريض بتاعنا بيحب يهرب يعني. يعني دي مثلا صوره بتاعت مريض كان عنده الام، دي كانت مريضه عندها الام جامده جدا في ظهرها وفي رجلها وبيسمعها على رجلها الشمال، اتشخصت على انها التهابات في العصب. قعدت تتعالج لمده 2-3 شهر التهابات العصب الى ان توقفت الرجل وجالها سقوط في القدم. عملنا لها الاشعه دي، طلع شوف الكوره المتضخمه اللي عامله زي البالونه، يعني الفقرات اللي هي السوداء يا جماعه اللي في الفقره قبل الاخير، وهتلاقي العصب مشدود عليها عامل زي الوتر، يعني عارف زي ما تجيب استك وشده بهذا الشكل. طب ده غضروف بنسميه غضروف منفجر. ومنفجر يعني عدى الحدود الطبيعيه بتاعته، يعني ما عادش بقى الجراب اللي هو المحيط بيه خلاص ده انتهى، وصل لهذا المنظر. طيب الغضروف ده يا هنشيله ونلحق نشيله، يا اما هنسيبه، نسيبه يوصل للمرحله اللي بعد كده بقى غضروف تحت وغضروف فوق، والفقره بدات تسيبه تتحرك من مكان. اثنين سود الاخاره اللي هم الان اللي على ايدك الشمال. وتلاحظ بقى ان كمان الفقره اتنقلت من المكان، يعني اتزحزحت اتحركت، ده بنسميه انزلاق فقري. نبص هنا شوف العمود الفقري اتقسم نصين. الفقره جميل. الغضروف تاكل تماما والفقره بدات تتحرك وتجري وتسيب مكانها وتهاجر وتبعد تماما. شوف الصوره عامله ازاي. يعني ده واحد ظهره مقسوم نصين، وايه رايك في الصوره دي؟ برضو نفس الكلام، ظهره مقسوم نصين، بيجي لنا بالمنظر ده ماسك ظهره ولابس حزام وعمل بقى الحاجات كتير. ساعات بيجي لنا بالمنظر ده بقى للاسف بقت فقره 2-3-4-5 فقرات القطنيه فيهم تاكل والغضاريف فيهم تاكل وفيهم زحزحه فقريه، وبنبقى نفسنا نساعده في الحل. اللي زي ده له حل، بس بيبقى ساعات صعب شويه، بس بيبقى له حل، ممكن اعمل له عمليه وممكن اعمل له دعامات في العمود الفقري. ساعات يتشخص المريض، كان عندنا مريض عنده غضروف في الاشعه، اشعته هتيجي، طلع قال له ان ده غضروف، بيتعالج انه غضروف، دخلنا في العمليه وشفنا لقينا ده ورم. شوف حجمه قد ايه، يعني طلعنا الورم ورم ما كانش غضروف خالص. يبقى اذا ساعات الاشعه في حد ذاتها ما تبقاش دقيقه بنسبه 100%. طيب ده مريض اهون، آلام شديدة جدا في الظهر، شوف آخر فقرتين في الظهر بدأوا يسودوا من تحت كده، الفقرة اتحركت من مكانها وبدأ يحصل تآكل في جسم الفقرة من تحت.
المنطقة العنقية مشاكلها بقت كتيرة قوي بسبب السواقة، بسبب الكمبيوتر، بسبب اللابتوب، بسبب القعدات الغلط، بسبب قعدة الكافيه مش مظبوطة. كتير جدا الكافيهات فيها الكراسي مش مظبوطة. وفي السن الصغير يا دكتور أيمن يعني اتفرج على الشباب كده تلاقي كل واحد قاعد ماسك تاب وقاعد عامل كده أو نايم كده، وبعدين القعدة اللي هو قاعد كده في الكافيه بيعتبروها روشانة. بينام مثلا 7-8 ساعات دلوقتي، يفضل طول الليل طافي النور وماسك التاب وقاعد مكعبر كده. ده منظر للرقبة حقيقي، منظر صعب جدا. شوف الفقرات العنقية بقت عاملة ازاي. تجي لنا هذه المريضة، ودي كانت طبعا بعد خبطة او بعد حادثة سيارة، اللي حصل كسر في 4 فقرات الفوقانيين، انحنت الرقبة الى الامام وبقى عندها ضعف في ايديها ورجليها، ولفت كتير جدا، واتقال لها لو اتلمستي هيحصل شلل. واخد بال حضرتك؟ فعلا حالة صعبة جدا. بس لا، في تقدم النهاردة علمي موجود، وقدرنا نحل هذه المشكلة. الست دي عملنا لها العملية، كانوا 3 عمليات في بعض، استأصلنا الفقرات، هتلاقي الاسطوانة اللي في النص المشرشرة دي وهنشوفها بعد كده في فيديو بقى. دي استأصلنا الجزء العظم اللي كان متكسر وشلناه وغيرناه. وعملنا دعامات أمامية، تثبيتات بشرايح اللي هي الحديثة الذكية دي من الأمام. ورجعنا عشان نعدل التقويم بقى بتاع العمود الفقري، عملناها من الخلف. يعني اتعملت على 3 مراحل. عملية استغرقت أكتر من 12 ساعة متواصل. قدرنا نشيل فقرات ونغير الرقبة، رجعت فردت، الحركة بدأت اتعدلت، المريض رجع بشكل كويس جدا. دي كانت معرضة لشلل الرباعي. هي كانت اوريدي بدأت تدخل في شلل الرباعي. يعني دي الصورة بقى من الأمام والخلف، هنلاقي بقى العملية اللي اتعملت من قدام بقى فيها كل الحاجات. الكلام ده كله ما كانش متاح لنا قبل كده دكتور أكرم. يعني مع الاستخدام الحديث بقى للأجهزة الحديثة والدعامات الحديثة، هي الحقيقة مكنتنا من هذا الكلام، وده كان شبه مستحيل قبل كده. هنا بقى غضروف واثنين وثلاثة، نفس القصة بتاعت الظهر، الغضروف بيجيب غضروف. ودايما الغضروف ممكن يجيب غضروف تاني في خلال من سنة لسنة ونص. يعني كتير جدا يجي المريض عنده مثلا 3-4 غضروف. شوف هنا بقى، دي بعد إصابة حادثة صغيرة جدا، الرقبة اتحدفت لقدام. حصل حادثة صغيرة جدا، حادثة صغيرة جدا يعني الغريب انها تبقى حادثة صغيرة، مطب صغير في مع النزلة كده، الرقبة اتحدفت لقدام قامت قطمة الفقرة بهذا الشكل. للأسف. وده حصل قطع في الحبل الشوكي. يعني انا بجيب الصورة دي لان ده حصل قطع كامل في الحبل الشوكي. فده كل اللي هنعمله، هنعمل دعامات نثبت الفقرات بس، لكن الحركة بعد كده دي خلاص فقدت طالما حصل قطع كامل في الحبل الشوكي. لما بنعمل تثبيتات في الفقرات سواء العنقية او القطنية، بقت في النهاردة بنعتمد على التكنولوجي، ما عادش بقى زي زمان ناخد عظمة من هنا نحطها وعظمة من هنا نركبها. دي حاجة شبيهة بنسميها بدائل غضروفية. يعني هنشوف بقى منها الاشكال كتيرة بقى، في منها اشكال واحجام. يعني كل غضروف واحد في عندي منه 16 مقاس. يختلف في الطول والعرض والارتفاع والشرشرة اللي في الجنب دي والجزء الفاضي اللي في النص، بتختلف اختلافات كتيرة جدا عشان مين اللي هيناسب مين. مريض كان عنده 5 فقرات، الصورة دي واخدينها واحنا جوه العملية بعد ما عملنا الدعامات وثبتنا. كان يتقال ان 5 فقرات صعب جدا انهم يتعملوا، اكتر حاجة فقرتين 3 فقرات. لا، بنعمل لحد 5 فقرات، وعندنا الامكانية والتكنولوجي ان احنا نعمل هذا الكلام، وبتعمل وبنسبة يعني نجاح عالية جدا تصل الى 100%. فده شيء بقى جميل جدا ومبشر. بس انا بقول انا ما احبش اشوفك كده، ما احبش اشوف في المرحله دي. يعني المرحله اللي احنا بنبقى خلاص بقى بنفكر تنفع ولا ما تنفعش العمليه، وهتجيب نتائج ولا مش هتجيب. للاسف في ناس كتير بتوصل كتير جدا للاسف الشديد. وبعدين الناس بتخاف. وبمناسبه الناس بتخاف، في ناس مش عارفه قد ايه، بس حضرتك يعني الحقيقه ابدعت الفتره الاخيره ان انت نقلت لهم قد ايه في حداثه وفي تطوير في العمليات، في تطوير كمان في المعدات. جدا جدا. يعني هو النقلة الحضارية اللي حصلت في الجراحة والطب الحقيقة، هو الإمكانيات الجديدة والمواد التخليقية اللي اتصنعت جديد. يعني كنا زمان لما بنيجي نعمل دعامات أو تثبيت للفقرات، كنا بنجيب ساعات شرايح ومسامير، أو حتى كنا بنربط الفقرات بسلوك. يعني كتير جدا من الناس اللي عايشين دلوقتي عملوا عمليات فترة من الفترات وظهرهم كان مربوط بسلك. ده نوع من أنواع الدعامات اللي بثبتها لمريض عنده هشاشة في العظام وما كانش ينفع ركب فيه مسمار قبل كده. اتعمل النوع ده، نوع بيتمدد بنسميه اكسبانسايل، يكبر ودخلته جوه ابدا بطريقه معينه بنفكه معين. يعني متمدد، بيتمدد، بيتنفخ من جوه بقى عامل زي البالونه، واقدر احقنه بماده اسمنتيه كمان من جوه. يعني مسمار بقى له حاجتين، دخل جوه الفقره وثبتها، نفس الوقت بدات اقوي بيه الفقره نفسها. يعني ده بستخدمه كتير في مرضى الهشاشه. يعني لما يريد يبقى عنده هشاشه، فاكر الفقرات اللي كانت منقوله ومتزحزحه لقدام 2 سم و3 سم بنرجعها ازاي؟ دي الطريقه اللي احنا بنرجعها بيها. يعني احنا بنرجعها ازاي؟ بنعمل حاجه بنسميها دعامات، ودي بقت موجوده النهارده باشكال ومقاسات واحجام. ابدا ادخل بطريقه معينه على الفقره اللي تحت اللي هي السليمه مع الفقره اللي فوق اللي هي متحركه. طب انا عايز ارجعها لورا وفي نفس الوقت اريح الايه؟ العصب. اعمل ايه بقى؟ هي دي طريقه، عارف زي حضرتك لما كنا بنعمل شده كده ونشد، هنشدها الفقره انا ركبت تحت وببدا ارفعها
من الناحيتين تبدا الفقره ترفع معايا ترجع للوضع الطبيعي جدا. وانا جوه العمليه باخد اكس راي بلتقي الفقره رجعت لمكانها الطبيعي، ابدا اسلك العصب بلتقي العصب سلك. هو العصب كان مخنوق لان الفقره كانت واخداه، ونقدر بعد كده نحط جوه بقى ما بين الغضروف اللي كان متاكل او تاكل ده، احط غضروف بديل، احط عظم صناعي، احط عظم اي حاجه، المهم في الاخر الفقره هتمسك في نفسها بقت قويه جدا. التركيبات دي كلها بنسميها مواد تيتانيوم، ودي حديثه جدا. طبعا العالم الغربي والناس كلها يعني بتتسابق ازاي اخترع ماده ما تتفاعلش مع الجسم والجسم يتقبلها وتكون قويه وما تتكسرش، واخد بالك؟ لان كان عندنا مشكله في الشرايح والمسامير انها كانت ممكن تتكسر. حضرتك قلت لي ان في حاله كان فيها تزحزح فقاري واحنا عملنا ليها تثبيت من قدام ومن ورا ومن خلف، وكانت حاله متاخره. انا عايز اشوف الحاله دي. نشوف نشوف الفيديو بتاع الحاله دي. يعني المنظر بيبقى صعب جدا يعني. الحقيقه ده نوع بقى، ما بقول لك الناس بتتنافس مع بعضها. هم وصلوا لمرحله ان بقى عندي فيه الدعامات الحركيه والكلام ده كله، قال لك لا مش كفايه علينا دي. احدث حاجه بقى بتاعه السنه دي 2015. اللي على الشمال ده الدعامات اللي هي اتعملت 2014 و13، واللي على اليمين ده بيتكلم في الاحدث منه. واخد بال حضرتك؟ اتعملت لسبب، لان انا النهارده كان في بعض الدعامات اللي كانت بتركب اللي هي زي على شمالنا دي، ها وهي فوق بتتحرك كويسه جدا، مجرد لو الفقره كبيره او المريض وزنه زياده تبدا تفقد الحركه بتاعتها. عمل دي لها مصدرين للحركه، مصدر قريب من العظم، مصدر ابعد من العظم. اتعمل بهذه التكنولوجيا. فدي تكنولوجيا بقت احلى. يعني بقول لحضرتك كل ماده كل موديل بتاع كل سنه، والاول كنا بنستخدم اكتر من اله عشان نركب التركيبه دي بتاعه الدعامات. النهارده اختصروها بقت اله واحده. اقدر اركب الدعامات واقدر اركب بيها كمان الرودز بقى، يعني ديت الرود اللي احنا بنركبه وبيستخدم كمان في الجراحات الملاحيه، بس طبعا الجراحات الملاحيه ما بتنفعش في كل الحالات. يعني ديت حاله من اللي بنعملها جراحه ميكروسكوبيه، الفقره هي اللي كانت واقعه وساقطه، اتركب الدعامات وبدات تترفع تاني، ممكن ارفع فقره 2 3 4 وارجع الموضوع لاصل. ديت بنسميها دعامات جانبيه، اقدر اركبها هنا اهي، خلاص بقى الموضوع بقى ثابت جدا وماسك كويس قوي. طيب في تقدم بقى احدث من ده، دي بقى حاجه حديثه جدا. كنا بنثبت الكلام ده كله بنفتح الظهر من ورا، دلوقتي بقى ممكن اثبتها من الجنب. من الجنب؟ من الجنب، يعني ممكن داخله بالمنظار من جنب المريض كده من الجنب، اقدر ادخل واعمل الدعامات دي وخلاص بقى الموضوع بقى. يعني ده لو كان في بقى انزلاق كامل من كل خاصه بعد الحوادث دي، بنعملها اكتر بعد الحوادث الجانبيه دي، لما بيبقى جسم الفقره متكسر وفي عظم دخل على البروتون وخايفين على شريان الاورطه او على الوريد الاجوف، بنبقى خايفين ان عظمه تتحرك تعوره، فندخل بقى ونشيل ده كله ونعمل التثبيتات دي، تبقى عمليه واحده بدل ما افتح من قدام وارجع افتح من ورا، بقت حاجه واحده ومختصره. الناس كان عندها اعتقاد دايما انها الغضروف ده بستأصله. دلوقتي في حاجه حديثه ان انا بستأصل وبركب غضروف. دي احدث حاجه بقى دلوقتي. يعني دلوقتي في الفقرات العنقيه اصل ربنا خلق زي ما اتفقنا من البدايه، عندي فقره وغضروف وعضلات واربطه. الغضروف ده جزء عليه 30% من قوه العمود الفقري، فانا لو شلته وفقدته انا فقدت 30%. انا لازم وانا طالع من العمليه سواء في الرقبه او في الظهر لازم اشيل الغضروف اركب بداله. الرقبه الحقيقه فيها تكنولوجيا عاليه قوي، يعني التكنولوجيا في الرقبه اكتر بكتير جدا كمان من التكنولوجيا في الظهر برغم العمود الفقري واحد. لان كانت الرقبه خطيره، انا عندي الحبل الشوكي، فبداوا يبتكروا بقى عندي حاجه بنسميها الغضروف البديل. الغضروف البديل اهون ركب بطريقه معينه وتبدا الرقبه تتحرك تاني كانها حركه طبيعيه شبه طبيعيه. يعني لو واحد انت قابلته ما تعرفش انه عامل عمليه، عمرك ما هتكتشف انه كان عامل عمليه ولا كان عنده ضعف قبل كده. اخترعوا ده من مواد حديثه جدا، مواد من التيتانيوم مكسوب بحاجه اسمها بلازما. البلازما دي بتساعد ان العظم، ودي كانت حاجه ما كناش بنعرف نفكر فيها، هل ممكن العظم يلحم في جسم معدني؟ لا ما كانش. دلوقتي بقى بيتعمل، بقى بيتكسي السطح بتاع الجسم المعدني ده بماده تخلي العظم يبدا يمسك فيه كمان. يعني كان زمان ده بيبقى ممسوك. طريقته بسيطة، بيتشال الغضروف، نبدأ نركب بآلات معينة، نبدأ نحطها نركبها بمقاس معين بشكل معين، أبدأ أدخل عملية بتستغرق ساعتين زمن. أقدر أستبدل فيها الغضروف تماما، وبقى ده غضروف من أحدث الحاجات اللي هي موجودة والتركيبات اللي بتتعمل النهاردة، ونسب نجاحها تصل إلى 100%. لو لعيب كورة مثلا يقدر يلعب كورة بعد كده؟ كتير يلعب. كتير في العالم بيعملوا يعني كده؟ لا احنا عملنا كده، اللعيبة عندنا في مصر أندية مشهورة وكان بيرجع يمارس لعب الكورة ويلعب بدماغه والكلام ده. ده من زمان الحقيقه بدانا فيها الغضاريف ديت اللي موجوده دي بقالها 4 سنين. يعتبر من زمان. يعني الحقيقه كل ماده العلم بيوجد لنا الحاجات اللي بتفاجئنا الحقيقه، وهي كلها لخدمه الانسان.
يعني انا نفسي الناس ما تخافش، يعني بقول لك ايه، كل الحلول متاحه من اول ان احنا ندي علاج الى ان احنا هنعمل عمليه. والعمليه من اول ان احنا نجيب غضروف ونشفطه. طب ما في شفط غضروف، في حاجه اسمها استئصال غضروف بالليزر، في استئصال غضروف بالليزر بس له شرط إيه؟ والناس بتنساه، يعني هي بتتعمد انها تنساه. يعني في ناس كتير بيبقى جايه تقول لك انا عايز اعمله بالليزر. لا يا جماعه، الليزر ده ينفع لو الغضروف في بداياته ولم ينفجر. يعني الغضروف كبر وتضخم وضغط على العصب بس لسه سوفت من جوه. بدخل بالابره سوفت، يعني سوفت طري، بيبقى عامل زي الجيلي كده بس لسه ستيل في ميه. لان هو الغضروف مكوناته ان في ماده جيلاتينيه مكونه من مي من ميه وحاجه تانية تركيبه بروتينيه كده حواليها بتمسك علشان تدينا انيولاس فايبروزس ونيوكليس بابوزس عشان تدينا دي. ادخل انا بقى بالابره اللي هي دي الابره، اعمل الاول حقن عشان اعرف هو منفجر ولا مش منفجر، لان لو منفجر الليزر مش هينفع معايا. يعني لو الصبغه دي وانا صورت ولقيتها خرجت بره جوه داخل القناه العصبيه، يبقى الليزر هنا اطلع على طول ما تنفعش. يبقى اذا له شروط، الغضروف ما يكونش منفجر، نمره 2 يكون غضروف حديث في اول 6 شهور في بداياته. يعني بيجي لي مريض بيشتكي الام رهيبه جدا في الرقبه في الظهر في الرجلين، مش عارف ينام، نعمل اشعه لقى غضروف قد كده. ده ممكن ينفع معاه، لكن لما يبقى غضروف بقاله سنه سنتين ثلاثه تكلس بقى حته عظمه ما ينفعش. يعني ده ما عادش ينفع معاه خلاص بقى. ما هي التنوع الالات او الوسائل علشان تنوع الحالات، لان مش كل الحالات زي بعضها او ينفع لها نفس الايه التدخل. بيشرفنا وجودك دائما، وانا عارف ان وقتك ثمين وعارف ان زيارتك صعبه، لكن احنا بندعوك دائما وبنفتقدك الحقيقه لما بتكونش موجود. القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور محمد صدي هودي، استاذ جراحات المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، الاستاذ بكليه الطب القصر العيني جامعه القاهره، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا. دكتور محمد صدي قال حته مهمه قوي وانا بنبهكم ليها، والدكتور اعتقد انه هيشاركني في هذا الراي. الناس اللي بتعمل مطبات قدام بيتها، انت ترتكب جرما شديدة، لان المطب له شروط معينة. له لون معين، له اضافة، له مثلا روز، وله تنبيه قبليه، وله يعني تنبيه قبليه. يعني لكن انت تعمل بقى مطب على مزاجك، كل واحد هيعدي هياكل المطب ده، هو ذنبه في رقبتك، رقبته في رقبتك، رقبته في رقبتك، حلو رقبته يا سيدي في رقبتك. خلي بالك على صحة اللي حواليك، وخلي بالكم من صحتك. والعريس والعروسة مش لازم شلني، شلنا دي صعبة، يعني ممكن تالت يوم لما والله يعني ممكن تبشلها الأخيرة بعد أسبوع يشيلها وبعد أسبوع مش هيبقى في أي ماشي بعد أسبوع خليك أنت بص اسبوع، يعني اديني فرصة اعيش اسبوع. سلام، ما كنتش بنام بقالي يومين. عنده حاجة نروح وي ويل بي باك اجين.